هنبتدي من يعني كلمة لحضرتك ونبدأ منها للدخول في هذا العالم الجميل جدا. يعني حضرتك بتقولي نحن دولة كمصر، نحن دولة عظمى ثقافيا حقيقي، وبالتالي ممكن ننتظر ان احنا هنسجل اشياء كثيرة جدا جدا في لجنة التقييم باليونسكو. طبعا احنا مصر بلا منازع دولة عظمى ثقافيا. كل عنصر احنا بنتكلم عليه مع حضرتك النهاردة وراه حضارة 7000 سنة ويا توارث مختار من الشعب المصري. انا مختارة ان انا لغاية النهاردة امارس فن من الفنون. عايز اقول لحضرتك انه التحطيب النسيج اليدوي اللي بيتعمل في قرى صعيد مصر هو موجود على جدران المعابد موجودة. فهذه العناصر اذا ما كانتش مصر تقول هذا التراث مهم وجدير بأن يسجل نبقى احنا بنقصر. وعشان كده احنا بننشط في ان احنا نسجل. بس هل التسجيل على قوائم اليونسكو هو الغاية؟ لا، الحقيقة انا بنظر له على انه وسيلة لإعادة الاعتبار للتراث في موطنه هنا، ان الناس تقدر ما لديها. اللي حضرتك بتعمليه النهارده واللي الاعلام بيسلطوا على الادراج اللي احنا عملناه في الفتره الاخيره اهميته هو رفع الوعي. يعني نعرف ان احنا اللي عندنا حاجه مهمه وعندنا ثروه كبيره جدا، عندنا ذخيره ينفع ان يستلهم منها الفنانين، وينفع تنفع منها اغاني، وينفع منها فنون، وينفع منها بنيه ثقافيه تحمينا في الازمات، طرق من التعاون، عادات شعبيه كتيره جدا حميده، يعني نقدر قوي ان احنا نغذيها. عشان كده احنا دوله عندها البنيه الثقافيه التحتيه صلبه، نقدر نطلع عليها إلى أعلى الأماكن.